يا بسم الله، قلنا نعملوا هذا الفيديو على ود زوني طلب الفيديو ديال فايت كان جوج. دونك هنايا نشوفوا الدوكيمون اللي غادي نتبعوه. هذه مقدمة. هنايا كنبداو التسجيل. تسجل اليوزر ديالك و تيليشارجي الفيشي الفايت كارد على السيت الرسمي ديالهم اللي هو هذا www.fightscard. اذا هنايا عندنا تيليشارجمون، تيليشارجيوه. البون بوسون تبايلة شوية، كيبان كلشي كي كيتيليشارجي هاد الساعة في فايت كاد. وعندنا لونجيستخومون تسجيل اللي هو في الصفحة هادي www.fightcard.com. كتسجل الكونت ديالك هنايا. من بعد ملي ما كتسجل تيليشارجي كتانستالي، ومن بعد ديال التسجيل كتجبر الفيشي ديالك في البيو. الراكورسي باش تحلو غتكليكي عليه طبيعة الحال غيعطيك هاد لابليكاسيون اللي هي تقريبا كتشبه ديسكورد. دونك هنايا نورمالمون كتجي اول مره ما كتحلها كتكون خاويه هكذا، ما فيها حتى شانيل، فيها غير الداشبورد الاولى اباوت تفاصيل تشانج لوغ فيه التفاصيل ديال شنو تزاد فيه. دونك هنايا كتبدا هيدا عندنا اول حاجه نرجع للبوكيمون شوفو شنو هما خطوات اليوم. بعد التسجيل عندنا يا اما تيليشارجي لي روم بيدك مانيول وخصك تحطهم في الدوسي ديالهم. بالنسبة لفايت كاد هو اصلا ملتي ايميلاتور، يعني فيه متعدد ايميلاتور، فيه اللي هو ده جديد اف بي نيو اللي هو تبارز على اف بي القديم فاينل بيرن الفا. دونك هذا خاص بالفايت كارد جوج جديد، بالنت كود جديد، بلي زوبسيون جداد. عندنا هنايا نعم ما كنتش عامل لك هنايا. المهم اف بي ان يو قلنا هذا هو الدوسي مثلا فين كيتسجل فايت كارد. هذا لابليكاسيون اللي كتلونسي بيها فايت كارد القديم اللي باقي خصو يلعب فايت كارد القديم واحد. هذا اللي كزيد الفايت كارد جديد، وهادو لي زيميلاتور في هاد الدوسي. هذا الغوم هذا اللي في الغاسين كاين اللي فيه لي راكورسي كيديوها، كن كل دوسي هوم خاص بكل ايميلاتور فايت كارد اف بي نيو جديد. الايميلاتور فايت كارد الاول القديم، الايميلاتور ديال نيو دي سي ديال دايم كاست، المهم باش تلعب سي بي اس تو بالخصوص، وديال اس نس ديال سوبر نينتندو. دونك هذا هو لي دوسي، هما لي دوسي. دونك عندنا اف بي نيو اللي قلنا ديال فايت كارد جديد، بيا فاينل بيرن الفا اللي كان في الجي جي بي او اللي كان فايت كارد واحد، ولي ليس. دونك قلنا لي روم كاين جوج حالات، يا اما تيليشارجي مانيوال بيدك وخصك تعرف فين تحطهم. الا كنت تلعب فايت كارد واحد هتحطهم هنا جي جي بي او في بيا دوسي روم. إذا كنت هتلعب فايت كارد جديد هتعملو اف بي نيو رومز هنايا تحطهم. كل دوسي عنده خاص به، مثلا تلعب الناس بي سي، المهم هادو ديال ليزيميلاتور ياخرين ليهم ديالهم. تلعب إذا كنت هتلعب مثلا سي اس في أولا، المهم لي جو ديال دريم كاست راه هتحطهم هنايا.
Donc ça, voilà. Sinon, l'État est le manuel à 3 ou il y a qu'il y a des longs packs, les rois qui prennent machine légale. Yani, t'as au moins bidon, mais qui va aussi hot off site officiel. On a tout le fichier, n'ayant. Télécharger le manuel là-dedans. Après, ma carte téléchargée, quand nous allons faire dossier racine de l'émulateur. Les rois, n'ayant. FightCAD, FightCAD. Émulateur. Bah, d'où me fichiers. Quand télécharger zip, quand décompresser, faire le dossier là qui a fait des fichiers JSON. Coup le fichier JSON fait les liens de l'héros, fait sur site, à le site de l'archive.org. Ou à l'application, qu'est-ce que fait le téléchargement de l'IOM, ou tu as tossé les salles traces bien. Quand c'est l'IOM de FightCAD 1, tu as tossé le GGP ou FBA. Quand c'est le nul DC, tu as tossé le nul DC. Quand c'est le FightCAD juge, tu as tossé le UBNI automatiquement. Il y a une cinéma qui est d'abord chez Tama. Maintenant. قولوا اذا من بعد ما كتكونفيغيري من الاحسن انك تمشي للويندوز ديفندر غالبا دابا كيديتكتيه وبعد كل ابديت بعد نوت كيوقع نفس المشكل يعني كت اي فوا كيعملوا مجرد كيعملوا واحد الابديت كي الانتي فيروس كيعاود يديتكتي ديك لي فيشي ديال الفيتسكاد. إذا هنايا تحل هاد الأنتي فيروس نورمالمون الغالب دابا كيستعمل ويندوز ديفندر اللي كيجي مع الويندوز. هتحل هذا هتشوف إذا كان ديجا اكزيكيوتيته ودخلو في الكارانتاين هتمشي ليه تشوف واش كاين هنايا. إذا كان كاين هنايا هتكي هنا تعمل أكسيون هتملو نورمالمون بعد كاين كتكون واحد الأوبسيون يا خالية اللي هي هادي الو يعني خليه يتعامل معك كأنه في شيء ليك يعني ماشي منصو ماشي خطأ يعني يبقى شيء ديتكته. مواهم اللي ما كانش في الستوريك مشي مباشرة المانج سيتينج. المانج سيتينج كتزيد واحد الاكسبسيون الاكسكلوزيون ديال الدوسي تفايت كاد مثلا اللي كتمل اد اكسكلوجن كتزيد الدوسي هاد الملف ديال الفايت كات كامل كتزيدو سيليكسيوني او تم سيليكت فولدر او لا سيليكسيوني اصاب المهم صافي كتزيدو هاو ساعة ما كيبقاش يسكاني باش ما يعملكش المشاكل. ويو بعد نوت بعد اي ميزاجور بعد نوت كي تديتكت تحتك ترجع تأكد واش كاين هنايا في الهيستوريك بروتكشن هيستوري. صافي بالنسبة لنا هو اللي كاين بالنسبة للانتي فيروس هادشي اللي كاين. بعد كيجي الفاير وول نورمالمون في الطبيعي انه من بعد كل ما تلونسي ما تفتح لي الفايت كارد كيعطيك البوب اب ديال الفاير وول كيقول لك واش تالويه ولا تمنعو. و الى وقع لك الغلط وهداك تقدر تمشي للفاير وول كتمل ديماري فاير وول كيتحل لك الفنادق كتزيدو ها هو هنايا كتزيدو هنايا كتزيد لي بور ديالو. مو باغ ديفو كياخدو لي بوا كاملين كيخليهم محلولين مكيعطيوها شي بوا محدد. دونك كتزيد لي زيميلاتور لي فايت كارد المهم كاع لي كتحتاجو تزيد خصك تزيدو شي لي كاين على حسب الدوكيمون هو هنايا. هذا اللي كاين هاد الكونفيغوراسيون بيدي ماشي مقتنع بيها 100%. هادي واحد الولد كان زايدة كنت عطيتو لاكسيون الدوكيمون ماشي زيد شي حاجة انا بدي ما مقتنعش بيها. شتو كيعملوها في تاي نفس سيميو ولكن ما عرفتش واش خاصة بالألعاب الطوابير اللي كاينة في لي زيميلاتور. المهم بالنسبة لي ما كانت مبليش كيكون شي فرق فيها. وهكا تزيد هادو تا هي ماشي اوبليغاتوار الا عنده شي بيسي مزيان محتاج شي زعما ماشي اوبليجي يعملها بحال كنتينا غادي يعمل قبل من نشوف هاد الدوكيمون هذا. كتحل ويندوز ار كتحل هاد لا كوموند سيس دي ام سي بي ال
يعطيك ادفانسد كتحل ادفانسي مرات على حسب اللغة تعمل سيتينغ الأولى وتختار يا إما أدجاستد الثالثة وإما إلا كنتي عارف التفاصيل هادو تقدر تختارهم بيدك تزول اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي. هادي كتنقص شوية على الويندوز ما كيبقاش يستعمل ديك لي زيفي ما كيبقاش يعمل ديك ديال ترونسبارونس كيزول نقص شوية الجرافيك كيولي ريسبونسي شوية. بالنسبة لإنفيديا كنظن كلشي كيعرف إنفيديا كتزيد في الكونترول بانل كتزيد لابليك اللي عنده كارت جرافيك إنفيديا كيمشي يحل في الكونترول بانل انا عندي جوج كارت جرافيك عليها الدنيا مهونة شوية دونك هنايا كتعمل اذا هنا كتمشي توضي مناش توضي سيتينغز كتزيد واحد بروغرام مانيوال اللي هو مثلا اد كتمشي سيليكسيوني ليميلاتور ماشي الفايت كاد ليكزيكوتابل الاولي ماشي الكليون ليميلاتور يعني كتفتش عليه مانيوال مو بيدك مثلا فايت كاد نورمالمون هذا الغاسين ماشي هاد الفيشي هذا تدخل ليميلاتور اف بي نيو تختار هذا في هاد الملف هذا كتزيدو نورمالمون كيتزاد هنايا كيولي هيدا وكتمشي كتعمل باش تنقص اللاج عندهم هاد الاوبسيون هادي لو لوتنسيمون كتعمل الالترا وكتزول هادشي الطاب تايب البافين والفيرتيكال سينك على حسب المهم اللي عند على حسب لي زوبسيون اللي عندك ليكون اللي عندك واش كتسيبورتي لوبسيون ما كتسيبورتيهاش واش فاي سينك ولا شي هذا اللي عنده شي تفاصيل كثير يقدر يقول لنا حتى هو انا بدي ما كنعرفش تفاصيل بزاف ولكن في العموم تايب البافين كتزولها ولا تنصيم صافي وكتفاليدي الشغل ديالك وتشد كتعاون هادي في يقولوا له في الفريم وفي في الانبوت لاج هنا نرجعو للدوكيمون وبالنسبة لصحاب اي ام دي حيت انا عندي دو كارت عليها كنعمل لهم بجوج حيت نورمالمون انا عندي كيتلونسا في انفيديا حيت كنلونسي في لي زيكون لي اتاشين لي برونشين في انفيديا اللي عنده اي ام دي كيعمل جيمين جيم كيزيد واحد الجيم هنايا اد جيم كيزيد الفيشي ديال ايميلاتور تا هو هنا فايت كارد ايميلاتور هذا يزيدو ها هو يسكي عليه كي هبط لهنا هيا عندهم enable anti lag ولتحت عندهم open gl type البافين تاعي الا بغا يزول تا هي هنا المهم هادو عموما هادو لي دوز اوبسيون لي مهمين بالنسبة ل AMD انا ما كنستعملهاش بالنسبة للايميلاتور ما عنديش خليها هنايا امسحه دابا هنايا من بعد الكونفيغوراسيون ديال لونفيرونمون ديال السيستيم دابا نحلو الويند فايت كارد الكليون اللي هو هذا فايت كارد جوج قلنا كيتحل اول مرة يعني كنت عيطيك كنتك تدخل اليوزر من الباس اللي تسجلنا به الاول انا ديجا عملو باغ ديفو دونك كيدخل اوتوماتيك كيتحل هكذا عندنا باش تزيد شانيل او لانج كتكي لا بليس هنا عندنا الفلتر دو ريشيرش هنا الى بغيتي ديتاي الفلتر ديالك شنو نوع الالعاب واش شوت بازل سبورت ماشي الفايتينغ جيم حنا دابا نشوفو هنا الفايتين فايت لا الالعاب افتش عليه مانيوال مو بيدك ولا زيد فلتر الى بغيتي انا 94 مثلا كيعطينا اللعب اللي كنلعبونا مثلا سيستم واش كاب كوم واش اركاد فايت كاد جوج بي سي انجاين ناس وانت ماشي
انكد واش عنده الاوبسيون انكد ولا لا، حيت كاين دي العاب ما فيهم فيها انكد. والا كتكتب الاسم ديال اللعبه كتعرفو ديريكت، دوز اكس مثلا ها هو كتعمل جوين بغيت تعملو بالفضاي. هاد الفريق الحالي اللي تحلات انا نعطي نحلو، نحل شي لعبه اخرى كينغ اوف فايتر مثلا 98، نزيد 98 هي تحل هاد الفريق هادي اللي هضرنا عليها اللي كتيليشارجي الالعاب من ارشيف بوان اورك. ديك اللي الالعاب ديك اللي في شي ديال الجيزون اللي شنو الولا هادي اللي تكلف بالموضوع. هذا هو الكوف، هذا هو سيت فايتر. ملي كتدخل كتجبر راسك هنايا كتكون اونلاين باغ ديفو، بنادم يقدر يعبيتك بتولي اوفلاين باش بنادم ما يبوظطكش تشوف شنو كاين على خطاك تكون اواي. هذا هو عندنا علاش على لي من ليستا ديال اللعابة الوسط الشاط بطبيعة الحال. هنا هذا الداشبورد قلنا، وترجع مثلا الشانل ديالك تسكي عليها ولا تبدل الشانل اللي كتسكي عليها. عندك الحق في ثلاثة، بغيتي دير كتر كتعمل كتابونا معاهم كتف باطاريون كتعاونهم ملي كتابونا وكيعطي باك تاكسي تزيد لي شانل كتر، يا اما 5 كان يا اما 5 كان دون. الا زيدتي كاين الباك ديال 5 اورو والباك ديال 10 اورو، وكل واحد كيديك لوبسيون كتر. هذا لي نوتيفيكاسيون الانفيتاك شي واحد كيبقاو يتسجلوا هنايا كتر شكون انفيتاك. عند هنايا سيتينغ، هذا هو بيت القصيد سيتينغ اللي يعني اللي فيها كل شيء. باش تبدل الصورة ديالك كتكليك هنا كيتحل السيت ديال الافاتار، كتبدلو هنايا بالايميل ديالك صافي اوتوماتيكمون كتدخلو هنايا كيتبدل في فايت كات كيديتكتي هو. نرجعو فايت كات هنايا هي الميل والباس اللي دخلتي بيهم. هذا عندنا الانبوتس اوتوماتيك تخليه هو يختار لك شحال يأخر الكليك ديالك. الا كانت الكونيكسيون مزيانه كتخلي تما زيرو، كانت الكونيكسيون نتا باقا مقبوله في المزيان مقبوله في المزيان اي فوا بديتي تبعد الكونيكسيون. المهم جوج ثلاثة أربعة وانت طالع، ما أربعة خمسة ستة ما خرحش اللعب بزاف، كيبقى ديما بين زيرو حتى ثلاثة هي المقبول. زيرو الكونيكسيون بارفيت اللي عندك مثلا 100 120 150 حتى 180 تقدر تلعب زيرو شوية. المهم بين زيرو وواحد بغيتي تخلي اوتوماتيك هو كيختار لك. هنايا هذا الكولر الزواق، ولكن خصو تكون باطاريا مش كيحلو لك. هذا باش ديزاكتيفي اكتيفي رانكد مود باش يبقى يسجل لك البوان. انا كنزولو ما عندي من مابقاش ندابز مع بنادم قتلتيني قتلتك غلبتيني غلبتك. هذا ديزاكتيفي النوتيفيكاسيون صوت النوتيفيكاسيون. هذا هما استعملتو صراحة الله. هذا هو اللي كاين بالنسبة للكونفيكاسيون. هذا عموما هذا هو أهم حاجة هنايا، هي هذه هي أنك تعملو زيرو إذا كانت الكونيكسيون بارفيت. إذا كانوا الغرباء يلعبو مع بعضهم، المغرب الجزائر فرنسا إسبانيا الانجليز، هادو كامل تلعب معاهم زيرو مزيان مرتاح. تقدر تلعب حتى شويه مع الامريكان الجهه ديالنا. في العموم هذا هو. هنا عندنا المنيو، هذا قلنا اللي كيديك الاختصار ديال الملفات فين كاينين اليوم هم ديال اف بي ان يو الجديد. وهذا وهذا باش متبقاش تفتش فين تحطو ما تحطوش. بغيتي فين تعرف تحط ديال الفيس كارد شوف كتكي على هذا، بغيتي الفيس كارد انت ماشي. هادشي كامل ها كوبي باست شي ستوندار ماشي شي حاجة صافي. هذا المنيو ما فيه شي حاجة اللي الواحد عنده ما يقول فيها. بالنسبة لنا بغيتي تدوك ساعة ملي كتحط الروم كتمل تيست جيم كتسكي تيست جيم كيحل لك لا فنتر ديال اللعب. ها هي عندنا كيما القديم فايت كتكون اف 5
باش كتمابي تمابي ستيك ديالك ولا الباد ديالك ولا الكلافي ديالك. الاوديو زادوا لي بي جداد، ما بقاوش خدام القديم، دونك ديريكت ساوند و اكس اوديو هادو جداد، ما بقاوش المشاكل بحال قبل. هاد لوبسيون عندهم، هادو انا طايري لي زوبسيون مهمين، شي لاخر ما نهضرش فيه. اوبسيون هادي اللي عنده شي بروسيسور قديم وبغى يحسن مستوى النت كود ديالو، كيكليك على الترناتيف نت كود، ولكن كتزول واحد لوبسيون اخرى اللي غنهضرو فيها من بعد. هي هنايا نرجعو لأهم حاجة عندنا، هي هذا الفيديو. هادو لي فيديو هادو راه معروفين، كنخدم انا بديريكت اكس جديدة. هادو لي زوبسيون ديال الجرافيزم، كي ديال الزواق، لي فيلتر، مكيهمونا الشي كامل. اللي كيهمنا فيه هي هاد لوبسيون هادي، هادي اللي قلنا الى خدمتي لوبسيون هادي ما كيبقاش ياخذنا على الاعتبار. هادي ران اهيد، هادي هي انك تنقص لك جوج الفريم في الانبوت لاج، كيولي كيستاجر دغيا. يعني الى شي بغينا نشوفو المثال ديالها هو هنايا، نمشي هنا نحلو هاد لا يجينا شتا كنتسناوه. يا شنا لي مين هي اللي فيها لوبسيون اكتيفي، غادي ندوز اكتيفي. اذا نزيد ننتقلوه خاصنا نشوفو بان يا خوك بان الجهة اليمين كيستجيب قبل من الجهة الشمال. ها هو بدا ينزل على الفريم توصمات الاولى، على الفريم الثانية اخو عاد بيهبط، ها هو بدا يطلع ياخو عاد بدا دونك عندك كتابع دو فريم. ولكن قال لك ان خصو يكون عندك بروسيسور شوية الفريكونس ديالو طالعة باش تقدر تلعب بيها مزيان وما تأثرلكش على الجيم بلاي ديالك. لأن شتي راه ديجا عمل دو فريم يا خويا عاد بدا، شتي الفرق بيناتهم؟ هذا هو. اللي عنده شي كود اوديو هذاك الأحسن ما يغامرش بيها باش ما تبقاش يتقل الوقع، مش ديك التقطع ديال الصورة. دونك نرجعو نفايت كده هنايا، بقاو هاد لوبسيون ديال كولا شانيل ديال الألعاب. يعني إذا بغيتي تخرج كتكي على هاد الليف تشانل، إذا بغيتي هادي أواي اللي عملنا قبيلة، هادي ديال جينيرال لا كلشي، هادي باغ شانل، أما هادي باغ شانل. بغيتي تبقى ديسبونيبل في شانل وأخرى لا، كتبقى تكي على هذا ميوت باش ما يبقاش انفيتي واك في شانل أخرى، لأن هذا ولا ملتي شانل. فباش ما تبقاش يجيوك لي زانفيتاسيون كاع لي شانيل، كتميوت اللي خصك وتخلي اللي خصك ديسبونيبل. هادو هما لي تيتلاصو بالرانك ديالهم، بحال دابا ما عندوش لي يكون هنا، يعني مديزاكتيفي رانكين. هادو سي، هادا رانك سي دي. لي رانكين اللي كاين اقل حاجة او وانت طالع واحد دي، مواها سي، مواها بي، مواها ا، أعلى رانكين هو اس. وهادو هما هنايا كتسأل في تي كتكليكي عليه جوج مرات، و بغيتي تفرج كتكليكي هنا جوج مرات. و إلا بغيتي وكاينة الطريقة أنك تكليكي بوطون اليمين. دابا باش تفرج والسكور الفوق، تقدر تزول السكور هنايا، ها هو زول مبقاش يبان، هذا هو. بغيتي قلنا يا اما تكليكي جوج مرات على اللعاب، واما تكليكي باليمين وتعمل تشالنج،
كيعطيك تشالنجي ها هو. انا مزول رانكين ما كيعطينيش نختار، الا عملتي رانكين كيولي يعطيك تختار اش من نوع، اش من فايتين، واش جوج ثلاثة خمسة عشرة او لا رانكرد ماتش، يعني متلعب بلا ما يحسب لك النقط. هذا هو السيستم ديالهم ديال الكليون اللي خدامين به. ده هو دابا دول الاسماء اللي كاين كينج اوف فايتر مثلا، اللي جينا نشوف كي تيليشارجي، لما كانش عندك كون كي تيليشارجيهم، الا كانوا كاينين ما كي تيليشارجيهم شريها كي سالي دغيا. صافي هذا هو عاوتاني البرازيل اللاعبين. شنو نقول اخر؟ دونك هضرنا على المعلومة ملخص، دابا هضرنا على تقريبا على كل شيء كنظن. اللي بغى يشوف مثلا هذا نرجع نشوفو، هذه ها هي هاد الحمراء اللي عنده الويفي، يعني اللي عنده الويفي راه تبلو هادي، يعني اللي كيشوف الكونيكسيون ديالو ماشي هي هاديك، ايفيتي يلعب مع نصحاب الويفي. وكاين المشاكل اللي كتكون في اللي عنده البورتابل، واخا هو عامل الكابل كيسحب له خدام الكابل، ولكن الويفي كيكون هو بريوريتي، خصو يديزاكتيفي الويفي باش يولي يلعب بالكابل. او ليك شي شي ديك السي بي ال، شنو هما الباور لاين هادو السي بي ال، هاد لوسي كتركبو في الضو، كيولي يستعمل لا لين ضد الضو فحال الكابلاج ديال الريزو. كتركب وحده قدام الروتر بالكابل الروتر، وحده قدام البي سي، كتركب هو كيبقى يدوز الداتا فيا الكابلاج ديال الضو ديال الدار. اوكي ديك الساعه صافي يقدر يزول الويفي ديال تينا، ما كيوصلش بحال الريزو 100%، ولكن حسب الويفي كيبقى. قلنا هنا عندنا ابخي، عندنا اللي بغى يتعاود يتفرج ريبلاي ورانكين، عندنا ليليان، وهادو عندنا ليليان كي كيبدا هو هذا دبل في دبل جوج فايت كارد كوم، كتب الاي دي واليوزر بحال هذا، اليوزر هو هو نكوبيوه ونحطو هنايا، كيعطيك المقابلات اللي لعبتي يا اما تفرجها، وكيعطيك شحال تفرجوها وشحال شحال كانوا كيتفرجوا فيها مباشرة، وشحال الناس عاودوا تفرجوا فيها من بعد ما سالت التوقيت ديالها. هادي راه لاعب دابا كيقول لك هذا، إذا كليكيت عليه كيديني للباج ديال هاد السيد هذا، وهنايا في الصفحة ديال البوف اللي هو الأول من بدا فايت كاد من بعد ما سد الجي جي بو رسالة. ولا بغيتي تشوف الرانكين ديال التوتال ديال اللعابة في كل جو، يا إما تكليكي من هنا، وإما كتمشي تعمل جيم هنايا. بسم الله هو جيم السمية ديالو، حنا نكليكيو عليه مباشرة صافي كيعطيك الأول والثاني والثالث وتمشي توتي. بقيت واحد نوصل لإس، كان شي بقيت أوصل لإس، ولكن كان شي مشكل في الحساب الكالكول ديال هذا. هذا هما الأسماء والصفحة تمشي. كيعطينا 7 صفحات، ما كيدخلوش كل شيء. اذا نرجع لهنا لهاد الدوكيمو، الليميناتور هو هذا. بالنسبة من بعد ما كنوصيوها في التيست، إلا بغيتي تجربو أوفلاين كتعمل تيست جيم عندك، إلا على حسب ليكون اللي عندك. دابا أنا عندي ايكون قديمة اللي هي مربعة سي ار تي، وعندي ال سي دي. إذا بغيتي تلعب في ال سي دي وتاخد الطاير ليدونتيك لاك الحقيقية، تعمل الفيديو يا إما تخدملو أوتوماتيك، هو كيختار لك لا طاير اللي كتناسب ليكون اللي حل فيها انت ليميناتور، أو لا كتختار ليكون اللي عندك. أنا عندي دابا لاعب في ال سي دي نختار 16 9، مش هو كيعاود يفورماتي
وكيعطي لي ديمونسيون ديال لا فينيتر ديال ليمينيتور قد اللي تناسب ال سي دي باش ما يجيش اللعب مجبد فول سكاي بحال فول سكاي. و الا كنتي كتلعب في ليكون اللي هي مربعة كتختار 4 3، انا كنلعب غالبا في هادي، ولكن تا كان ده ليكون يا اخا. هذا اللي كاين في العموم. هذا الا كان عندك بزاف لي زيكون كتعمل هادي، كيعطيك واحد ليستا. انا عندي دو كارت جرافيك باقي مبوكي، كيعمل واحد البوكي. الا كانت عندك كارت جرافيك وحده كيعطيك واحد ليستا، كان عندك جوج ال سي دي كيعطيك واحد ليستا يقول لك فين، وكنت كتختار فين تحل اللعب فول سكرين. صافي هادي ملي تحل فول سكرين تمنو ريزوليسيون، حيت انا كتحلي في ال سي دي سي ار تي كنحلو بهادي، عليها كنعطي هاد الديمونسيون كنعطي في فول سكرين. صافي هادشي اللي كاين. هذا السيستم القديم كلشي كيعرفو، اللود جيم سكان الجيم اللي عندك، كوشي دي كوشي شي كامل معروف، ماشي ما نوريهالكمش. في العموم هذا اللي كاين، رجع الدوكيمون نشوف شنو باقي فيه. صافي الالتيرناتيف كود قلنا هضرنا عليه. الاي اكتيفيتي هادي ديك الران اهيد ديال اللي كتخليك تتابعها على جوج فايف في الانبوت، ما كتطلعش تبقى تستعملها. وكي لك عندك سي بي او طايح واستعملتي هادي اخا كتضيع عليك لوبسيون اللي هي هاد الفوقانية. والحق الا كان عندك سي بي او طايح وعاود بغيتي تستعمل هادي، ما يعطيك شي داكشي اللي باغي. وهذا نرجعو لهنايا، هنا ما خد الى كيتي على بلاك سبيس، هذاك البوطون اللي كنمسحو بالكتابة الكتابه اللي كنت اوفلاين كيعطيك الاف بي اس. ما كتبان هنايا تكي عليها كيتمسح كيرجعو. الى كنتي اللي كتلعب كيعطيك هاد الفورمه هادي، هي تبدلات شويه ولكن باقا هي الاف بي اس شحال، وتيك البينج مع من اللاعب، وكيعطيك واحد ثلاثه الارقام بين قوسين. هي ولات في الحقيقه هكذا ثلاثة بيهم لو من داخل الأقواس، بحال مثلا واحد شرطة جوج شرطة زيرو. الواحد كيعني السموتين، هو الانبوت هو اللي كنعملوه هنايا، هو هذا القيمة الأولى اللي عندنا في ليميناتور. هادي هذا رقم واحد، هذا رقم واحد هو هذا، باش تعرف راسك فينا باش لعب، باش إذا كان شي مشاكل كتتأكد واش لعب بصح بواحد ولا بزيرو ولا مبدلة. الثانية هي الجران أهيد، هي الأوبسيون اللي كاينة في هذا رقم جوج، رقم جوج اللي هنايا هي هادي، هي اللي في تيس جيم رقم جوج، هي هادي هي هادي، باش تعرف راسك واش مأكتيفيها ولا مأكتيفيهاش في وسط اللعب. هاد الأوبسيون هاد الأولى نرجعو لهنا بعدا، الأوبسيون هاد الأولى ما تقدرش تبدلها وانت في وسط اللعب، خصك قبل ما تبدا خصك تبدلها. الا دخلتي تلعب صافي ما كتبقاش تقدر تبدل. لوبسيون اخرى لا، اللي هي في وسط الموني ديال ليميلاتور، هادي تقدر تبدلها وانت لاعب، هي وهادي هادي تقدر تبدلها وانت لاعب، ما كاين شي مشكل. هذا هي واحد هي لوبسيون ديال لونتي فيروس، كيقول لك اللي عمل ميزاجور ولا ملي انستالتي اول مرة كتمشي تأكد في لونتي فيروس واش تزاد هنايا، و الا كان تزاد كتعاود تزولو تقول له ريستور اه الا كان مسحو، الا كان يبلوكا كتعمل له الاو صافي. والجو الا كان كدي سينكرونيزا كتريسيت على طبيعة الحال، بحال دابا حنا في الجو ديال 2.6 اللي كيت دي سينكرونيزا، كيولي كل واحد دي سينكرونيزي مع الاخر، كتريسيت ب F2 ولا F3. بالنسبة ل 2.6 كتريسيت ب F2 احسن، لان كيبدل ريسيت ب F3 كيبدل الفيتاس ديال الجو، كيكون خدام بواحد من بعد كيولي خدام بجوج. في العموم هذا اللي كاين كنظن،
ولي زوبسيون راه كيتبدلوا، يمكن يتبدلوا في اي وقت حيت باقي كيخدموا عليه. بالنسبه لي وانطباع ديالي على لي ميلوتو اللي تزاد، عطى واحد واحد شغل نقول لك، خلى اللعب انه مبقاش ديك الثقاله اللي فيه. قبل كنت كتلعب فايت كاد واحد كتحس بحال الثقاله في يدك يا اخو، كتشوفو نقز عليك مثلا دونك بغا ترياجي، كتبغي تعمل دي بي لي شوي، وكان كتحس راسك يدك تقالي حيت الانيماسيون كانت ثقيله، ليميلاسيون ديال اللعب كان ثقيل، ما كي لي زانيماسيون ما كيتصموش كاملين، لي فريم ضايعين ديما. هذا لا، لي زانيماسيون الفريم مرسومين كاملين 60 اف بي اس، كيبان لك ديك الشيء خفيف اخويا، الا نقص كتشوف، الا عمل شي موفمون كتشوفه، ما ماشي ما كاينش تقطع. حسن لدرجة انا كنت عملت واحد الكليب هنايا، كنت لاعب مع واحد الولد هو من الجزائر، نشوف واش باقي عاقل، نشوف الهيستوريك. ما نشوف لي ستوك سويتش وصل. مثلا هذا اللي معه في دو ذكر من احسن لي سيبر اللي كانوا عند اللي عند اللعابه، هو ديال البوكسر، صعيب خفيف، ما صعيب تقياش فايس كاد واحد، بعدا كان مستحيل انك تقدر توقفه الى هلا. احسن سوليسيون ديما هي البلوكاج، دابا لا، قوي حيت الصورة ولات فلويد تقدر تشوف كلشي تقريبا. دونك كمثال كنت عملت ثلاثة ديال لي بانش، هما واضحين هنايا نشوفوهم. هنا باش تقدر تريا جيدة ما كان مستحيل في الفايت كاد واحد، مستحيل. دابا ولات سهلة بزاف، عندنا المثال الثاني كاملين في نفس الماتش كانوا. يعني كتشوف ستارتات ديال السوبر، ما كاينش شي حاجه، اما في فايت كاد واحد ما ستارتات السوبر كتجيو لاصق فيك، ما كتعرف مين جا. نشوف المثال الثالث، هو هذا صعيب شويه، يعني يعطيك الامكانيه ان كل واحد اللي في يده راه كيبين دابا. الشيء اللي كنضيف في العموم، هادشي اللي كاين، ما عرفتش واش اللي كاين شي حاجه نقدر نضيفها، غادي نشوف دغيا. شي كامل شفناه، ده كامل شفناه، في العموم كنظن ما بقى ما يتشاف، واللي دابا اللي في يدو شي حاجة راه تبان في ريتو جيم دابا. وشكرا.